بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام، حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو حول العقم وقلة الأولاد لدى الرجال والنساء، وكما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة أيها الأحبة الكرام تحدثنا أيضا حول هذا الموضوع، وأيضا هذه الحلقة سوف تكون من ضمن إطار هذا الموضوع إذا شاء الله تعالى. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريسي الأحسائي، حياكم الله شيخنا. الله حياكم وبياكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فقط للتذكير سماحة الشيخ أنه ذكرنا في الحلقة السابقة الأمور التي تؤدي بالعقم وشرحناها بالتفصيل. نعم. يعني حتى الأمور اللي بحسب تطور الزمن اللي موجود أيضا ذكرناها بحسب الاستنتاجات من رسائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا ذكرنا الأشياء اللي تسبب العقم، وأيضا وقفنا في نقطة محددة سماحة الشيخ اللي ما هي الأمور التي تكثر الأولاد عند الزوجة، وتوقفنا يمكن أعتقد عند أكل البيض. نعم هناك وصلنا. نحن قبل هذا المعنى ذكرنا أكل ما يسقط من الخوان، يعني من المائدة يأكلها الإنسان. نعم. هذا نعم. هم من باب شكر النعمة، الله يزيد الإنسان نعمة، شنو جانب نعمة في أمواله، شنو جانب نعمة في أولاده. صحيح. الشيء الثاني الذي هو يسبب تكثر الأولاد عند الزوجين هي قضية أكل البيض. أكل البيض عن علي عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله قلة النسل في أمته، ويا قليل نسلهم صار، فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم. ما شاء الله. يعني من خلال ماذا؟ من خلال أكل البيض. فإذا عندما نقول أن أكل البيض سواء يعني بلا خبز أو مع الخبز، يفضل أن يؤكل مع الخبز. نعم. اسمه قضية البيض، يأكل الإنسان البيض مع الخبز، هذا أفضل ما ورد عند أهل البيت. وكذلك عندما نأتي إلى رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب مكارم الأخلاق، قال إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه قلة النسل في أمتي، فأمره الله عز وجل أن يأمرهم بأكل الخبز بالبيض. هاي اللي احنا نقول نأكد على قضية أن قال له أكل البيض مع شنو هو؟ مع الخبز. مع الخبز. والشيء الثاني اللي أهل البيت يأكدون عليه، إذا أردت أن تأكل البيض عليك بأكله مع البصل. نعم. تأكيد حتى في قضايا التقارير الطبية اللي موجودة في قضية البيض، البيض إذا أكل مع البصل تلك الدسومات الضارة بالبدن ترتفع حينما يجتمع البيض مع أكله للبصل، الدسومات الضارة للبدن ترتفع بواسطة أكل البصل مع البيض. ولذا عن عمرو ابن أبي حسن الجمال قال شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد، فقال استغفر الله، أولا استغفر الله، وبعد وكل البيض بالبصل. يعني إذا عندك قلة أولاد أكل البيض مع البصل، لكن نحن نحبذ المعنى على طريقة الإمام الصادق، أكل البيض مع البصل وزيت الزيتون. يعني تجيب لك رأس بصل متوسط الحجم ويكون أفضل أحسن، يكون أبيض أحسن وأفضل، وتجيب لك بيضة أو بيضتين ودهن الزيتون أو زيت الزيتون. نحن عندما نقول تقلي البيضة والبصل بدهن الزيتون أو زيت الزيتون، بس احنا نقول ممكن يوصل القلي بشدة وحدة، يعني بعد مو مطبوخ، يعني تقريبا ناقص عن الطبخ. يعني بمجرد أن وضعت البيض
والبصل في الزيتون في دهن الزيتون خلال دقائق ترفع. نعم. مو أنه يبقى حتى أنه بعد لونه يتغير يصير نوع من الحدة به. نعم. هذا بعد ما بفائدة. فإذا نقول هكذا بهذه الطريقة تأكل البيض والبصل وزيت الزيتون وهو جدا نافع للذي فيه عنده قلة أولاد أو ضعف في جانب النطفة. لابد أن لا تديم أكله وتدمن عليه. احنا وقت نقول حبيبي نقول ان اكل البيض وهذا البيض يكثر الاولاد هذا لمده محدوده، والا ادمان على الطريقه تاخذها بالسنه كلها يوميه انت تاكل بيض تبتلي بامراض. اهل البيت لا يحبذون هذا المعنى، والا عن الامام الباقر عليه السلام قال من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فانه يكثر النسل. انت قل لي هاي الروايه قاعده تقول وليكثر منه، انت شو تقول؟ لان عندنا روايه اخرى تقول فليقلل منه، تبين فليكثر منه يعني في مده. نعم. في مده محدوده، يعني ممكن 10 ايام 15 يوم الانسان يديم اكثر على اكله للبيض لرفع هذا الضعف، لكن على الاستمرار ياخذها السنه كلها ياكل بيض. جاء في الرساله الذهبيه مداومه اكل البيض يعرض منه الكلف، الكلف سواد في الوجه تعلو على وجه الإنسان، يعني من الأمراض الجلدية بعد في الوجه، والكلف سواد يكون في الوجه يغير بشرته. وقال عليه السلام في رسالته وكثرة أكل البيض وإدمانه يورث الطحال وريحا في رأس المعدة والامتلاء من البيض المسلوق، امتلاء هاي البيض المسلوق يورث الربو والابتهار يعني ضيق النفس. نعم. يعني هذول اللي عندهم مشكلة الربو ومتعود يدمن على أكل البيض منين جاء لهذا الربو؟ قضية ضيق النفس. نعم. يشوف ما يقدر يتنفس، هذا سببه من كثرة أكل البيض. البيض المسلوق. البيض المسلوق. نعم. وعموما أكل البيض شنو مسلوق غير مسلوق، المهم تكثر منه على الدوام وعلى الإدمان فهذا يولد الأمراض عند الإنسان. فحينما نقول أن البيض يكثره من باب مدة فترة معينة مثلا 10 أيام 15 يوم أسبوعين كذا هالمقدار حتى يستقوى يصير عنده نشاط جنسي لقضية إنجاب الأطفال. فإذا نحن نشير إلى هذا المعنى بالنسبة إلى قضية البيض، عليكم بالبيض بطريقة الإمام الصادق سلام الله عليه. بارك الله بك. الله سماحة الشيخ، وأيضا ذكرتم قضية البصل سماحة الشيخ. نعم. هل هي مختصة بالرجال فقط أم بالنساء والرجال يعني؟ نعم. نعم. نحن عندما نأتي إلى قضية البصل ظاهرا أنه مختصة، ظاهرها بحسب الظاهر أنها مختصة بالرجال. نعم. يعني كل ما جاء واحد اشتكى في قضية قلة النسل في قضية والإمام كان يوصي الرجل أن يأكل، لكن ليس ببعيد أن ينفع المرأة من حيث أنه فيه نوع من الحرارة والحرارة هي ضد البرودة. فإذا من هذا الباب ممكن هو هم كذلك نافع للمرأة التي سبب عقمها من البرودة، فإن البصل والبيض حاران بطبيعتهما، حاران. فإذا ما دام حاران هي ضد البرودة والرطوبة التي منشأ العقم عند المرأة. فإذا إذا كانت المرأة من هذا الجانب يعني عندها مشكلة في كثرة الرطوبة والبرودة وصار عندها عقم، هذا البيض والبصل هم كذلك نافع للمرأة. لكن هناك نقول اختلالات تقع في الدورة الشهرية عند المرأة، وهذه أحد علائم العقم عند المرأة. نعم. يعني إذا وقع نوع من الاختلال في الدورة الشهرية عند المرأة هذا كون المرأة تعالج قضية الدورة الشهرية حتى يرتفع عندها شنو هو العقم. يعني الاختلال مثلا أكو مرأة ما تجي لها الدورة الشهرية تبين أكو خلة، تقول أنا منين أهم ما يصير عندي أولاد، تبين أكو خلة. فإذا إحنا نريد نعالج نقول أول عالج قضية الدورة الشهرية وذيش القضية هم تحتل. إذا الدورة الشهرية صارت مناسبة عند المرأة ذيش القضية هم تحتل. الآن خلنا نجي إلى قضية اختلال في الدورة الشهرية الذي يسبب العقم عند المرأة، شلون نحل القضية؟ إذا مرأة تشتكي تقول أنا عندي اختلال في الدورة الشهرية، ورد في الروايات أولا الأمور اللي تسبب تنظيم الدورة الشهرية خضاب الرأس بالحناء.
في روايات أهل البيت عن إسماعيل ابن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لي فتاة قد ارتفعت علتها، يعني إشارة إلى الدورة الشهرية. نعم. فقال: اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها. يعني إذا المرأة عندها خلة في هذا المعنى، خل تخضب رأسها مدة دائما بالحناء، يعني يبقى ساعة ساعتين على رأسها، وهذا جدا نافع للشعر، نافع لضد الغشرة في الشعر، ضد حتى الشعر، هاي اللي حت عند الشعر وهو المناسب الحناء. وبعد الحجامة على الساقين، جاء في الرسالة الذهبية: والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بينا، وينفع من الأوجاع المزمنة وفي الكلى والمثانة والأرحام، ويدر الطمث غير أنها تنهك الجسد. كذلك المرأة إذا عندها اختلال في الدورة الشهرية، ما تجي لها أصلا الدورة الشهرية، خل تحتجم على السيقان، وهذا عمل الحجام، هو يعرف وين يحتجم. فإذا هذه العلاج. هناك علاج وجع الرحم، إذا المرأة عندها آلام في رحمها، حجامة الساقين هم كذلك نافع لوجع الرحم. هناك عوذة توجد لقضية الرحم، لوجع الرحم، وهذه العوذة موجودة في كتاب مكارم الأخلاق، اللي يحب يتابع القضية خلي يراجع إلى كتاب ويعاين بالفهرس، عوذة لوجع الرحم، يشوف هذه هنا. وبعد علاج استمرار الدم، في بعض الأحيان الدم لا ينقطع عند المرأة، وهذا ممكن يسبب الهلاك عند المرأة، أو يسبب نوع من الخلة في قضية إنجاب الأطفال. فما هو علاجه؟ العلاج هو الغسل، عن النبي قال: في المرأة التي يستمر بها الدم فتستحاض، قالت: تغتسل عند كل صلاة احتساب. وإن كان هي قضية شرعية، ما يرجع إلى قضايا ازدياد نزيف الدم عند المرأة، هذا جانب. جانب الآخر اللي مهم، جانب الآخر قضية الكزبرة والسماق. سماق معروف عند العطاطرة، نعم. حامض، لأن كلاهما باردين، نعم. والنزيف هو يعني كثرة الحرارة والدم قاعد يروح من هذه المرأة، الكزبرة والسماق ترفع عنها هاي الحالة، نعم. ولذا كتبت امرأة إلى الرضا عليه السلام، إلى الإمام الرضا، تشكو دوام الدم بها، قال: فكتب تأخذين كفا من كزبرة، كف من الكزبرة بعد، ومثله سماق، هم كف من السماق، فأنقعيه ليلة تحت النجوم، وتنقعينه بالماء ليلة تحت النجوم، يعني ما تخلي القطع عليه، هش السر شنو هو؟ هذا يحتاج إلى اختبار. وأغليه بالنار من بعد ما خليتي إلى الصبح، صبح شيلينه، شو تسوين به؟ تغلينه بالنار في خزفة، في خزفة، هذا الخزف المعروف، يعني ظرف اللي من الخزف، فاشربي منه قدر سكرجة. سكرجة يعني ظرف صغير، احنا نقول استكانة، سكانة صغيرة تشرب من عنده. يقطع عنك الدم إلا في أوان الحيض، يعني في أوان الحيض ما يقطع عندك، لكن في غير أوان الحيض ينقطع عند المرأة بمجرد أن تشرب استكانة واحدة من هذا الوصفة التي وصفها الإمام. كذلك سويق العدس نافع للمرأة، سويق العدس الذي تحدثنا عن السويق بالتفصيل، السويق تجيب العدس والطحنة والسهسها على النار، طحن يعني ناعم، والسهسها على النار بنار هادئة، وتصرف من عنده يوميا ملعقتين، ينقطع عند المرأة الدم. يقول حتى عن علي بن مهزير قال: إن جارية لنا أصابها الحيض ولا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت، فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس، قال: سقوها سويق العدس، فسقيت فانقطع عنها وعفيت. ما شاء الله. سويق العدس، وما أدراك ما سويق العدس، نؤكد على هذا المعنى، وهذا ما ورد عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم، راح نرجع لكم إن شاء الله، بس مرخصتكم نطلع فاصل إن شاء الله. إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، ومتواصلين معكم برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع الحلقة هو العقم،
وقلة الأولاد لدى الرجال والنساء، وكل ما ذكره سماحة الشيخ الله يحفظه إن شاء الله، الله يعني كله جاي من الطعام، يعني مو مثل الوصفات الأخرى اللي موجودة في القنوات الثانية. حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظك ويدك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. بحسب الاستنتاجات سماحة الشيخ والتجربة اللي موجودة عند حضرتكم، نعم، هناك أيضا دواء غير موجود في نصوص روايات أهل البيت. نعم، يعني الاستنتاجات ممكن نعم الإنسان يستفيد نعم منها. هل موجود هذا الدواء؟ نعم، يعني نعم هو مجرب القضية. عندنا مثلا تجيب 50 غرام من بزر الرازيانج، 50 غرام، هاي خلي ممكن إذا أحد يحضر لقلم ويكتب، جدا نافع هذا المعنى. 50 غرام بزر الرازيانج مع 25 غرام سكر طبيعي أحمر، نعم، يعني بالسواء. ثم إذا ما كان سكر طبيعي أحمر يجيبون العسل، يعني نعم شبشون مع شنو هو الرازيانج. هسه الرازيانج يقولوا له من الحبة الحلوة، نعم، أنه معروف عند العرب أنه لو يقولوا له حبة الحلوة، أما هو يسمونه بالرازيانج. المهم بالسواء يطحنونهن سوا، يعني هم الرازيانج بزر الرازيانج وهم السكر الأحمر الطبيعي، مو هذا السكر الأبيض. نعم، إذا ما كان سكر أو العسل يجيب، نعم، عسل. إيه نعم. الآن يوميا ملعقتين، ملعقة شو اسمه صغيرتين، يعني مالت ملعقة الشاي أكو، نعم، اللي يخوطون بها، هاي ملعقة بعد الريوق وملعقة بعد العشاء، بس غير أيام العادة الشهرية، غير هاي الأيام المرأة يومية تصرف ملعقتين، ملعقة بعد الريوق وملعقة بعد العشاء. عندك أكو قضية العسل والحبة السوداء، إحنا العسل والحبة السوداء لأنه شفاء لكل داء، هذا هم يومية ملعقتين، يعني النسبة 3:1، 3 عسل و1 الحبة السوداء، يطحنونه وشبشونه مع العسل ويستفيدون ملعقة عند النوم وملعقة عند الصباح. هاي الوصفة كذلك نافعة لضغط الدم، أنا جربت هذا المعنى، حتى أن كنت يعني كان عندي مجلس حسيني، بعد المجلس جالس شخص كان مبتلي في قضية ضغط شديد، ارتفاع دائما يرتفع الضغط عنده ويستخدم حبوب، سنوات يستخدم حبوب، بمجرد انطيته هاي الوصفة العسل مع الحبة السوداء مدة، فبدأ كل ما ياخذ الضغط يشوف بين 10 و11 أبدا، يقول بعد الحبوب كلهن رميتن على جانب الحمد لله. بواسطة هذه الوصفة، هذه الوصفة جدا نافعة لارتفاع الضغط، ضغط الدم. هي مذكورة عن رسول الأكرم حسب ما أعتقد، الآن مذكورة حسب عن رسول الأكرم، باعتبار قال رسول الله الحبة السوداء شفاء لكل داء، والله تبارك وتعالى في القرآن قال فيه شفاء للناس العسل. العسل العسل فيه شفاء للناس، ومنها هم الحبة السوداء شفاء لكل داء، اجتمعا العسل والحبة السوداء فيكون قوة هائلة، يعني حسب النص ماكو هذه لهكذا مرض، لكن احنا نستفيد من العموم انه العلاج لكل مرض، من هذا الباب احنا نوصل لكل مريض قضية الحبة السوداء وقضية العسل. عندك المرأة تستخدم التمر يومية 3 تمرات، تستخدم الزبيب الأسود يومية 21 على الريق، تستخدم التين يومية 7، تستخدم اللوز الحلو مو المر يومية 14، هذن جدا نافعات. لماذا؟ لقضية العقم، سواء عند الرجل وسواء عند المرأة في هذا الجانب. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ، طيب الله أنفاسكم. ذكرتم يعني جزئيات للوصفات الموجودة، نعم، يعني نريد سماع الشيخ فد إن شاء الله فد دواء يعني عام للعقم إذا صحت العبارة، نعم، يعني العقم الدائم، يعني مو إيه أنه واحد ينجب واحد ما ينجب، نعم، كذا، إيه نعم، نعم، يعني هذا اللي أصلا ما الهسة إلى مثلا شوفه 20 سنة 15 سنة متعدي عليه وما صاير عنده، نعم، خلفه، هذا عقم دائم يعتبر. هذا عقم دائم يعتبر. إلى علاج؟ نعم له علاج، أصلا عند أهل البيت ما من داء إلا وله دواء، هذا أصلا يأس لا يصير، اليأس هو قاتل لمناعة البدن، نعم، حينما الإنسان يقع في اليأس يعني هناك وقع نوع من الخمول، نوع من الاكتئاب، نوع من الحزن، وهذا يسبب مناعة البدن تضعف، لكن إذا الإنسان صار عنده أمل بالله وبرحمة الله كأن نشاط يجيله والمناعة تستقوي عنده وبسرعة يحصل على مقصوده. فإذا أولا نقول أن يدفع اليأس عن نفسه،
اليأس لأنه قاتل لمناعة البدن وهو يسبب كثرة من الأمراض على الإنسان. لكن هو العلاج الحقيقي، أنت تدري إحنا سبب أمراضنا شنو؟ كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن أحد أسباب المرض هو المعصية. حينما الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى ممكن يبتلي بأمراض، من جملة الأمراض لا نقول دائما كلها هذه، ممكن يرجع إلى الاختبار، الله يريد يمتحن. مو مصلحة الآن الله تبارك وتعالى يرزق أولاد، ليس من المصلحة، لكن نقول أن عموما نحن لا يوجد معصوم إلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن سائر الناس ممكن تصدر من عندهم معاصي. فماذا يصنع؟ يقول الاستغفار. استغفار يجلب الرزق ويجلب الأولاد. ولذا ورد جاء في الكافي شكى الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر عليه السلام أنه لا يولد له أصلا، ولد ما عنده، لا يولد، عقم دائم لا يولد له. فقال له علمني شيئا، قال الإمام علمني، أنت ممكن تسأل الإمام، قال له علمني شيئا. قال عليه السلام استغفر الله في كل يوم وفي كل ليلة 100 مرة، فإن الله يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الاستغفار يجيب لك الرزق، يجيب لك الأموال، يجيب لك المطر، ويجيب لك البنين. نعم. الاستغفار من أحد العلاجات المهمة لقضية قلة الأولاد. نعم. ولهذا نؤكد على قضية الاستغفار كما أهل البيت أكدوا على هذا المعنى. توجد رواية أخرى للعقم يرويها ابن بسطام عن أبي جعفر أن رجلا شكى إليه قلة الولد، قال ما عندي، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له. يطلب يعني ممكن عدد الزواج، بعض الرجال يعدد الزواج، يصور أنه يصير عنده لكن همه ما يصير عنده، أكو نوع من الخلة عنده فلا يرزق له، وهو ابن 60 سنة. عمره ايش قد؟ 60 سنة. وكيف بيك أنت ممكن المشاهد عمرك بعد 25 أو 30، وهذا عمره 60 سنة. فقال عليه السلام قل 3 أيام في دبر صلاتك المكتوبة، يعني صلاة العشاء الآخرة ودبر صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، سبحان الله 70 مرة، سبحان الله 70 مرة، وأستغفر الله 70 مرة، وتختمه بقول الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى انتهاء الآية. ثم واقع امرأتك، يعني من بعد ما أنت تداوم 3 أيام بسبحان الله 70 مرة والاستغفار 70 مرة، يعني بعد صلاة العشاء بعد صلاة الصبح مداوم 3 أيام، يقول من بعد 3 أيام واقع امرأتك الليلة 3 فإنك ترزق ذكرا سوية. ما شاء الله، قال له أنت راح الله يرزقك ذكر، ولد ذكر سوية، هاي العمل سوي. المشاهد الكريم إذا عنده مشكلة في هذا الجانب، 70 مرة استغفار بعد الصلاة، و70 مرة سبحان الله بعد الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العشاء، ومن بعد يوم 3 يجامع زوجته، هذا الإنسان يرزق هذا المعنى. هذا الرجل يقول ففعلت ذلك ولم يحل الحول، يعني ما مر علي سنة حتى رزقت قرة عين. ما شاء الله، الله رزقني الولد. بس هنا توجد ملاحظة. نعم. أريد يعني ماكو خلة في قضية الرواية ولا خلة في قضية أعمالها، بس أكو أمور ملاحظة للمساعدة أكثر. شنو الأمور اللي ما جاية بالرواية لكن من باب المساعدة أكثر، ممكن حتى الإنسان أكثر ممكن يصير الإنتاج في قضية الأولاد أكثر. شنو هاي؟ ينبغي أن يلتفت الزوج أن يختار يوما فيه المرأة على استعداد لتشكيل الطفل، لأن المرأة في الشهر مرة واحدة لها استعداد للتبويض، مرة واحدة بالشهر عندها. فإذا أنت ماذا تصنع؟ تختار ذاك اليوم اللي المرأة بذاك اليوم عندها استعداد للتبويض، حتى بمجرد اللي انت عملت ذيك الأعمال، بمجرد أن تجي من حيث الطبيعي
أكو اللقاح يتحقق. مذكور شيخنا هذا اليوم؟ نعم. الآن بالنسبة إلى تعيين ذاك اليوم، تعيين ذاك اليوم في قضية الروايات مو معينة القضية، لكن في قضية هناك علائم ظاهرية عند المرأة، والمرأة هي تعرف نفسها، مثلا ازدياد الترشح في رحم المرأة، أو ازدياد حرارة المرأة، ازدياد الحرارة يعني قرب قضية التبويض، ازدياد الترشح في رحم المرأة يعني قرب قضية التبويض. وأكو هناك أجهزة خاصة بالأسواق موجودة تعين اللي متى المرأة تبيض، تبويض المرأة في رحمها متى يقع التبويض. أكو حتى يقال أنه 99% بهذا الجهاز ممكن الإنسان ماذا يشخص ذاك اليوم. هس احنا نقول حتى ولو شخص اليوم بالتخمين، ولكن فوق هذه الأمور هي قوة الله ورحمة الله، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذه الأمور مساعدة للإنسان، ممكن الإنسان يتخذها لتشخيص ذاك اليوم المناسب، حتى أن الشخص أن لا يكون مثلا ليلة الأربعاء، أن لا يكون مثلا في بعض الأيام اللي غير مناسبة، مثلا أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هذه تضر بالطفل، هي مضرة للطفل. ممكن نواقص الطفل تجي لك من أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، تجي لك نواقص الطفل من قضية ليلة الأربعاء، أي مو مناسبة. فإذا الإنسان يراعي هذه الأمور حتى استعداد قضية الإنجاب يكون أكثر وأكثر، ورحمة الله فوق جميع الأمور. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ودائما ردد هذا الأمر، لأن كل الأمور بيد الله، وأن الله تبارك وتعالى من باب الأسباب يأتي بالأمور. سماع عرف أكو مجال لو ماكو مجال؟ نعم تفضل سماع الشيخ، أخذ راحتكم. أي نعم. الآن نحن عندما نأتي إلى الأمور بسرعة، نأتي إلى الأمور التي هي تسبب يعني تعالج العقم، قضية الأذان. الأذان يعني الرجل في البيت يؤذن، وهذا جدا نافع. ولذا شكى هشام ابن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه، وأنه لا يولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. قال له إذا أذن بالبيت وقت الصلاة أذن، قول الله أكبر الله أكبر، ارفع صوتك بالأذان، وله فوائد كثيرة الأذان، الآن مو مجاله. ففعلت فأذهب الله عني سقمي، المرض راح، وكثر ولدي. قال محمد بن الراشد: وكنت دائم العل، من فك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي. فلما سمعت ذلك من هشام، هشام طبقها وأنا سمعت، وكان هم عندي نفس المشكلة، عملت به، فأذهب الله عني وعن عيالي العلل، الأمراض راحت ببركة الأذان في البيت. ما شاء الله. هذا وين بالطب الحديث يقول لك أن أبويا أنت إذا عندك قلة أولاد روح أذن بالبيت، يقول لك شنو ربط هاي، تعال استخدم هالعقاقير واستخدم هالأدوية هالعلاجات، هذا هو العلاج، ولا أنت تأذن بالبيت شنو؟ لكن أهل البيت يوصونك بالأذان حتى إذا ما عنده خلف أذن، لأن له آثار تربوية عظيمة حتى على الأطفال. مو مجال أنا أشرح شنو أثر رفع الصوت بالأذان وقراءة القرآن والدعاء على تربية العيال والأطفال، وهذا له باء طويل وعريض. من جملة الأمور الدعاء لطلب الولد، الدعاء الدعاء الدعاء، وما أدراك ما الدعاء. جاء في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وحيدا وحشا، فيقصر شكري عن تفكيري، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا وإناث آنس به من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة يا وهاب يا عظيم يا معظم، ثم أعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها. الآن هذا الدعاء حينما الإنسان يقوله إذا أبطأ عنه، فليقول بعد أمور الدعاء ساجدا، بعد أمور صلاة ودعاء موجودة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
وإلى آخر تقرأ وذنون سورة الأنبياء آية 87 أو إلى 89 كذلك موجودة. ماء السماء نافع. الجماع آخر الليل أهل البيت يقول لك إذا تريد الشكل آخر الليل. وبعد الهندباء هو نافع جدا. ممكن واحد يسأل يقول أريد ولا الذكر شو أسوي؟ أقول له عليك بالهندباء، أكل الهندباء إن شاء الله. وماء السماء أكو، الاستغفار أكو، سورة القدر أكو، الصلاة ودعاء أكو، نية. هذا آخر هدية للمشاهد الكريم، نية تسمية الولد محمد أو علي، الله يرزقه أولاد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. بارك الله بكم. للأسف أنت وقتي سماح نعم الشيخ، بارك الله إن شاء الله. سماح الشيخ أحمد دريس الحسائي، شكرا جزيلا لكم. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين، الله يرزق كل من ما عنده خلفه إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إلهي آمين. أحسنتم. نعم أحبائي المشاهدين، في ختام كل حلقة نذكر بالصفحة الموجودة على الفيسبوك إن شاء الله لأي آراء أو أسئلة أو استفسارات إن شاء الله حول البرنامج باسم الرادود والإعلامي حسين الأمير. أسأل الله بحق الحسين الذرية كما ذكر سماح الشيخ لكل من ليس لديه ذرية ببركة الإمام زين العابدين مريض كربلاء. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسنتم شيخ الله.